السلام عليكم. نحن هنا البحر يقال صوت درع، جبناها شوي نجربها ونراويكم اياها ونتكلم شوي عنها. طبعا نحذركم ونذكركم ان الحين احنا دخلنا في شهر 11، واللي يبغى يطلب القالوصه ويجلس يفكر يتريى ترى ما بتلحق. اذا طلبت انت في شهر 12 ولا 1 ما بتلحق عليها، يعني في الموسم تكون على اخر الموسم، لانه وقت التجهيز يكون شهرين. فاذا طلبت الحين ان شاء الله تجهز لك على يعني على اخر 12، اللي يبغى يصير ليوة او يبغى تكون جاهزة اخر 12 او شهر 1، تقريبا وقت التصنيع شهرين. احنا الحين شغالين في امور ان نسرع خط التصنيع ونضبطه ونضبط كثير من الامور اللي فيه، بس مهما كان اللي بيطلب الحين احنا بنقول له شهرين، يعني حتى لو حاولنا نخلص اسرع احنا بنقول له شهرين. فاللي ناوي يفكر ويقرر الحين، وما نبى احد عقب يقول والله استعجلوا لي عشان خاطري ولا علشان ما ادري شو، ان احنا والله انا لازم الحق على الرحله الفلانيه والفلانيه. هاي استوت وايد يعني، وما نقدر صراحه، يعني في ناس قبلك وايد، فكل حد على وقت واحد يعني. ان شاء الله على كل حال والله الصراحه براد فجر. ناويكم الغرفة المتميزة هذه، شوف انا هنا جالس في الغرفة مريحة وهادية، مجرد دخلت هنا بديت احس بالهدوء. طبعا الباب مفتوح بعده، وعندك اضاءات، عندك مكيف، وعندك اماكن الشحن هنا USB-C USB، والدريشة هاي العودة على حسب المنظر اللي بتوقف الدالة. الغرفة اللي مثل شي الحين معزولة فوق طبقتين، ومن الزوايا من الجوانب كلها طبقة فيبر اللي فيها الفوم، فالعزل اللي فيها مستحيل تحصل مثله يعني في الخيم أو أي نوع من الخيم، يعني أي نوع خيمة ما بتحصل عزل مثل شي، يعني عزل من الهواء، من البرد، من الحر، من شو ما كان الجو. مهما كان الخيم حتى أصلا مزعجين وقت الهواء، ما بتقدر ترقد مرتاح صوت الهواء يضرب فيك وانت في الخيمة، والخيمة تهتز، خاصة هالخيمة الجديدة اللي تنفخ بالهواء، يعني هذا بتطير انت وياها يعني. فهذا حل يعني مناسب حق اصحاب الرحلات الثقيلة شوي، يعني اللي بيصير رحلة مال يوم يومين ما بتفرق عنده يعني شو مستوى، اللي يبغى يتنقل على كيف ويسافر على كيف ويتنقل من بر لبر ومن مكان لمكان ويعيش طبيعي يعني وهو مرتاح وآمن، هالقلوصة بتكون يعني شيء مناسب جدا، خاصة إذا بتصير أماكن خطيرة، بتصير أماكن فيها أجواء مختلفة، كل يوم جو، كل يوم شكل شيء يعني. طبعا يعني نفس ما قلت الحلول الثانية كلها زينة ولها وقتها ولها مكانها، أما شيء مثل الدرع يعني هو بيكون خاص حق اللي يبون يعني حل قوي، واللي رحلاتهم قوية وثقيلة ومتكررة، وبيسيرون أماكن بعيدة وبيسافرون وبيغيبون شهرين في البر وفي الرمل، أو اللي يسافرون خارج حتى الخليج، يعني يسيرون يتنقلون بين قارات يعني. وفي ناس ما شاء الله يعني عندهم من هالرحلات، فمثل ما تشوفون قالوصة قوية فايبر كلاس، احسن ماده تقريبا نقدر نستخدمها حق شيء مثل هذا. والفايبر كلاس شوفوا كيف وخفيفه وسهله في التنقل، توديها وين ما تبغى ما تحاتي. فالحمد لله ان شاء الله يعني يعني الحين وصلنا مرحله ان عندنا عدد معين انتشروا في الخليج، والله أعلم يمكن برا الخليج، فبتشوفون إن شاء الله على الموسم الحين هذا واللي بعد ناس بيبدون يستخدمونهم ويصورون، وبتشوفون رحلات قوية، وإن شاء الله بتشوفون رحلات قوية تستوي في القاليس من الناس اللي اشتروهم، وحتى من إحنا ومن بعض شركائنا، يعني نشتغل على رحلات حلوة نوديهم ونجيبهم ونستخدمهم ونجربهم. ويعني شو تبى احسن من شيء؟ جالس انت برا، انت تسافر عشان تجلس برا،
انت تسيل البر تكشت عشان تصير تجلس برا، تحط اغراضك، مطبخ موجود، يعني طبعا بتحط لك طاولة هني وكراسي زيادة وهالاشياء، لان مطبخ الدرع مو بكبير وايد يعني. وعندك المخزن هني في كل الاغراض، الغرفة ما في احسن منها، وفيها مكيف حتى لو تبى في الصيف، وعندك الحمام من ورا شفتوه، موجود الفيديوهات اللي فيها الشرح الكامل. الحين احنا بس ياسين نسولف وياكم شوي. وهذه الاكسلات راويكم اياها، تبين ولا ما تبين؟ هذه الاكسلات اوف رود عليها الجامبين الاسترالي من كروز ماستر، ممتاز جدا. فان شاء الله اللي بياخذ هذه يقدر يسير فيها يعني وين ما كان وهو مرتاح. وانت ما تبغى تعيش اخر شيء في الكرفان، انت ساير البر وساير البحر وساير الجبال علشان اخر شيء تجلس داخل غرفه وتسكر عمرك، لا. وقت الحاجه غرفتك جاهزه، وقت الحاجه حمامك موجود، اغراضك مخزنه، وحتى فوق كلهم تحط اغراض. وهذه المظله ما افتح لكم اياها، موجوده مظله من الوكاب، تقوم تحط اي وحده تبغاها. فان شاء الله اسالوني اي اسئله او اي مقترحات او ملاحظات تبغون تقولوا لي اياها، علشان نقدر نلحق ونراجع الامور يعني، ونشوف شو تبون وشو نخبركم. لان من كثر المراحل والاشياء اللي اشتغلنا عليها في القلوصة انسى مرات اقول بعض الفوائد او بعض الميزات اللي فيها. ما شاء الله ما شاء الله، ما لهم حل صح؟ عارفهم العقد صح؟ شوف ما لهم حل، بعدين وياكم يعني، بعدين على كل حال. القلصة موجودة نفس ما قلت لكم، اطلبوها قبل بشهرين، وقت التصنيع شهرين. وعندنا الانواع الثانيه ايضا ممتازه للتخييم، وعندنا انواع حين كثيره صارت، كل واحد على حسب حاجه الشخص يعني. هذا ايش حقه شي واقف ما ادري، جالس في وجه الناس شي، ممكن الحين ندق سلف ونصير مناطق ثانيه. نجرب القالوصة هني وهناك، والحلو فيها تقدر تتحرك أي وقت، توقفها وين ما تبغى. قالوا لك ممنوع، زرت مكان ثاني، مليت من البحر تصير البر، مليت من البر تصير بر ثاني. إن شاء الله بنشوف اليومين بنسير وبراويكم.